دور يليق بمكانته وسمعته السياسية ويليق بالطبيعة التاريخية والاستراتيجية لهذه المهمة. قد يكون للبعض أن المهمة هذه مهمة استشارية، بالنسبة لنا إحنا هي مصير، بالنسبة لنا هي أكثر من عقد. فهو خطاب ودعوة بكل حب وبمسؤولية وباحترام وبمهنية أن الموضوع يستحق البحث والتمحيص والاهتمام ربما أكثر مما قد يحصل أو قاعد يحصل. أنا على علم بأن السيد بلير وفريقه في حالة تأمل وشيء من الذهول كذلك، ومراجعة وتأهب لمعرفة طبيعة هذه الدعوة وتقييم مردود المعنوي والإعلامي في حالة الموافقة على هذه المناظرة، والمخاطر اللي ممكن من الناحية المعنوية والأدبية اللي قد يتعرض لها السيد بلير في حال قبول مثل هذه الدعوة. أنا أفهم ذلك وهذا طبيعي جدا، ولم أكن أتوقع عكس ذلك. لما أتوقع بتاتا أنت تسوي الدعوة حق شخص كان رئيس وزراء وبهذا يعني المكانة وهو مباشرة راح يلبي الدعوة، لا، هو يبي يفهم الدعوة هذه من وين جاية وليش ومدى جديتها ومدى مصداقيتها، وفي حال ما هو قبل إذن هل راح تضيف له؟ هل راح تحرجه؟ هل هناك غرض من إحراجه أو 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 يعني هناك في شيء سلبي أو فهو وفريقه في حالة مراقبة وحالة مراجعة وحالة تأمل، وإحنا نفهم الكلام، وما سوف نقوم فيه هو مساعدته حتى تتضح الرؤية عنده والصورة أكثر، ونقنعه بأن هذه المناظرة وأن يأتي ويتكلم معنا وأن يتبنى الموضوع هذا بعمق أكثر هو استثمار جيد حقه، وهو في صالحه راح يضيف له، ما راح يأخذ منه. وأنا لما أدعو السيد بلير، أنا ما أدعو السيد بلير رئيس الوزراء. احنا البعض يعتقد انه في شيء يعني احنا ندعو السيد بلير الذي قرر ان يدخل العمل الاستشاري، هو كان رئيس الوزراء ولكل التقدير والمكانة، وهو اليوم قرر يدخل العمل الاستشاري. انا اعتقد دعوته لإعطاء هذه المهمة، هناك من يعتقد ليش ومن يعتقد، انا بشوف الجانب الايجابي في الموضوع، أنه شخص مثل بلير لديه الخبرة الحين، إيش كثر قاعد هو يحط الجهد والاستثمار حتى يفهم الموضوع، هذا موضوع آخر، ولكن ما في شك السيد بلير خلق حالة على الأقل إعلامية وسجال وكذا، وبالتالي خلت موضوع التنمية ربما يأخذ زخم أكثر. فأنا أعتبر هذا شيء إيجابي، وأنا أود في كل خطوة أطالع الجانب المضيء من الأشياء وأطالع النص الكأس المليان، ما طالع نص الكأس الفارغ. فالموضوع راح ياخذ وقت، احنا راح نعلن عن محاضرة اشرح فيها الرؤية لاستراتيجية التنمية في الكويت كما نحن نراها، وراح المحاضرة هذه تترجم وتعطى للسيد بلير، وراح يكون في اتصال فيما بعد معه مباشر، وربما راح اسعى الى لقائه، وحتى ان نحرك الموضوع وهو يرتاح ويطمئن ان ما نريد ان نعمله
راح يكون شيء إيجابي وبناء ويضيف. القضية مو قضية إحراج أحد ولا قضية يعني هي منازلة ولا هي قضية أن نثري هذا الموضوع، وأن كذلك هام ربما نوصل رسالة لأن من يريد أن يعمل في مسألة الاستشارية ومع الكويت، الكويت بلد فيها رأي عام وفيها مساحة من الحرية، وإحنا بالنسبة لنا هذا الموضوع موضوع مصيري وبالتالي يجب أن يحظى بأعلى أعلى درجات الأهمية. مرة ثانية أحب أؤكد أن في حالة القبول بالمناظرة سوف يتم تشكيل فريق لوضع البروتوكولات اللازمة لضمان جدية وإيجابيات هذه المناظرة وضمان أن البرستيج والمكانة التي يتمتع فيها السيد بلير لا تتعرض لأي شيء من التجريح أو الكذا، حتى نستفيد من الموضوع ونبني المسألة ما فيها أي شخصانية ولا فيها أي كذا، بل بالعكس أنا أعتقد السيد بلير بغض النظر شنو ما قدم، وربما في خلال الأسئلة راح نجاوب عن الكذا، أنا أعتقد ما قدمه حتى الآن هو عبارة عن مجرد توصيات وملاحظات ونصائح قيمة وتستحق يعني التأمل فيها، ولكن لا ترقى إلى مستوى استراتيجية تدفع بخطة عمل وتخلق قوة دافعة لتنفيذ خطة هي، لكن قد تكون بداية. وحتى لو هذه التوصيات وحتى لو البداية لم تكن يعني سليمة، العارفين بالأعمال يدرون دائما تبتدي، ولما تبتدي تكون في أخطاء وترصد هذه الأخطاء وتقراها وتعدلها وشوي شوي تتبلور الخطة وتمشي. فلا يعيب الموضوع، لا يعيب الموضوع أنه والله أخطاء يعني هناك يمكن أتى وما أتصور كل ذلك والفريق وهذا، لكن لا بأس. المهم النتيجة، المهم النتيجة شو اللي راح يصير. ف يعني نجدد الدعوة، وأعتقد أتمنى أننا وضحنا، وأترك المجال للأسئلة حتى نوضح يعني مسائل ربما أكثر. تفضل. ليش ما صارت الدعوة للمناظرة مع اللي كان مسؤول على فريق بلير، اللي دعا فريق بلير، اللي قال سووا لنا رؤية وخطة؟ أقصد تحديدا نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد أو وزير الدول الأمريكي الشيخ ناصر صباح الأحمد. ليش ما كانت الدعوة للمناظرة معهم شخصيا مو مع بلير؟ هو السيد بلير مجرد رؤية، يعني وضع رؤية وتصور خاص فيه يعني قابل للتطبيق او لا، بس ليش ما سالنا المسؤولين عنهم مباشره؟ والله اخ عبد الله، اي نعم فيك. وهو اول شيء من حيث المبدا يعني دائما انت لما تسوي شيء ممكن ينطرح سؤال ليش ما سويت الشيء الثاني، يعني من حيث المبدا يعني معاه يعني ومرات ببساطه والله ما يهتم بالها الواحد، يعني انا ادري ان دعيت كذا، موضوع بلير انطرح وهو يبدو طرح رؤيه، وهناك كان متوفر في الإعلام بعض الشيء من المعلومات، فأنا وجدت أنه وأنا موضوع الرؤية ما هي جديدة بالنسبة لي يعني، وأنا طرحت لو واحد يرجع إلى الأرشيف يجد أنه بين الحين والآخر أنا أطرح رؤى معينة قد لا تكون بشكل يعني مرات يسمح الوقت أن استراتيجية متكاملة، ولكن من يتتبع وراح نطرح الكلام هذا نبين أنه أنا عندي رؤية في يعني المسألة التنموية في الكويت وأنا عامل فيها معاي. فبالتالي يعني مجرد ما أنه صار هذا الموضوع والله على الأقل لفت نظري هو بلير أكثر في هذا الموضوع وكذا، فبالتالي كان ردي إلى السيد بلير هناك ليش لا، ما يمنع ما يعني خل يأتي في وقته وفي كذا، يعني الحين احنا في هذا الموضوع قد ينطرح شيء آخر أو كذا، أنا راح أطرح وبعدين خلنا أنا راح أطرح رؤيتي في محاضرة متكاملة بغض النظر عن يعني البير وكذا، وبالتالي في ذلك أنا أكون كذلك قاعد أطرح لكل ما هو مطروح معاي. يعني أنت مراتها مو بضرورة تسمي شيء بالاسم أو الكذا، لكن أنت قاعد تطرح الرؤية وقد يكون في رد فعل من مكان آخر نتجاوب معه ونقول يعني ما في شيء يمنع، ولكن حقيقة يعني هذا الموضوع صار زخم، وأنا يعني طبعاً